أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1810 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. قالت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أنها قامت في شهر مايو الجاري بالتعاون مع عدد من الشركات البحرينية المتخصصة في الإمدادات الطبية، وذلك بنقل 82 طنا من المعدات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية وعدد من منتجات التعقيم. وأضافت الناقلة أنها خصصت 5 رحلات للشحن من عدد من المدن الهندية و6 رحلات لنقل 90 طن من الإمدادات الطبية من الهند أيضا الشهر الماضي، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة من أجل تعزيز توافر الإمدادات الطبية في مملكة البحرين. أعلنت شركة البحرين للمقاصة إطلاق نظام سحابي لحجز المواعيد إلكترونياً وإدارة طوابير الانتظار إسكيب لاينو، والذي يتيح للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية، وذلك في إطار جهود الشركة لمواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتعزيز خدمات المستثمرين. وقال السيد عبد الله جعفر عابدين المدير الأول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة إن إطلاق خدمة سكيب لاينو يعد جزءا من الجهود المبذولة من قبل شركة البحرين للمقاصة، وذلك نحو التحول الرقمي، حيث توفر الخدمة قناة تواصل لخدمة المستثمرين لتبني آخر مستجدات التكنولوجيا المالية فنتك. استحوذت شركة إسناد لإدارة المشاريع العقارية، وهي شركة تقدم استشارات للمشاريع وخدمات إدارة الممتلكات والمرافق على حصة الأغلبية في تطبيق خدماتي، وهو عبارة عن منصة عبر الإنترنت تربط العملاء بمزودي الخدمة المطلوبين للخدمات المتعلقة بالمنزل مثل تركيب الأنابيب والصيانة العامة وصيانة الحدائق والأعمال الكهربائية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 52%، مغلقا التداولات عند مستوى 1276 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,649,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 345,000 دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي أغلقت عند مستوى 4119 نقطة، وذلك بانخفاض بنسبة 0.35%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1961 نقطة بانخفاض بنسبة 1.16%، لتكون الخاسرة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3520 نقطة بارتفاع بنسبة 2.18%، لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أفادت مصادر بأوبك بلس وقطاع النفط الروسي بأن المملكة العربية السعودية وبعض منتجي النفط الآخرين في أوبك يدرسون تمديد تخفيضات قياسية مرتفعة للإنتاج حتى نهاية عام 2020، لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك بلس الشهر الماضي على خفض الإنتاج لتسعة ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميا في شهر مايو ويونيو. فقد فاقمت جائحة فيروس كورونا فائض المعروض في سوق النفط عبر خفض الطلب، وهو ما أدى بدوره إلى إلحاق الضرر بالأسعار. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. منظمة العمل الدولية تؤكد فقدان سدس شباب العالم وظائفهم بسبب كورونا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يريد تكثيف وعوده السابقة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا. وأبلغ جونسون المشرعين أن التحدي الآن سيكون تحريك عجلة الاقتصاد من جديد وخلق وظائف مفيدة للبلد، وشعارهم سيبقى أن السبيل لعمل ذلك هو من خلال بنية تحتية رائعة وتعليم أفضل ومهارات وتكنولوجيا أفضل. قال رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ إن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنه لم يحدد هدفاً للنمو. ووعد لي بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيداً من الاضطراب، وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق. وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قالت منظمة العمل الدولية إن أكثر من سدس شباب العالم فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في النسخة الرابعة من تقريرها حول أثر جائحة كورونا على الوظائف أن ما يعادل 305 ملايين وظيفة فقدت بسبب كوفيد-19. وأضافت أن الأثر واضح في الأمريكيتين على وجه الخصوص، اللتين تضمان البؤر الجديدة لتفشي فيروس كورونا بحسب منظمة الصحة العالمية.